مصممة هذا الأسبوع هي مصممة أزياء ديانا أبو النيل. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. كيف حالك اليوم؟ تمام الحمد لله. ديانا، كيف قررتي هذا المجال اللي أنت بدك تفوتيه؟ هلا أنا بالبداية كنت يعني الستايل تاعي شوي مميز غير عن باقي هيك صحباتي وغير عن باقي المجتمع تاعي. شوي بحب أكون الستريت ستايل تاعي جريء، فكان كل حدا يحكي لي إنه اعملي لنا سوي لنا، كنت كتير إنه أمسك الجينز مثلاً أغير فيه ديزاين، فيصفي الموضوع إنه يطلبوا مني وأنا أعمل لهم. فإنه صحباتك يعني شجعوكي، بالزبط. الناس اللي حواليكي، بالزبط. طب يعني الدعم المعنوي موجود؟ الدعم المعنوي موجود طبعاً. يعني الدليل إنه يعني لما مثلاً ألبس الإشي إنه الناس بتقعد يعني تمدح بطريقة معينة جريئة. طب درستي هذا المجال؟ هلا أنا درست تصميم داخلي. التصميم الداخلي هو إشي بحسه قريب على تصميم الأزياء، لأنه يعني أنت وقتها بتدرسي الألوان، بتدرسي كيف العين تكون مرتاحة بالسبيسز بالميكس أند ماتش وهاي القصص. يعني أول سنتين بكونوا الفاونديشن هير، هم تأسيس لكل أنواع الفنون. أوكي. بعدين أنت بتتجهي للي بدك إياه. طيب كيف بتتميز تصاميمك عن تصاميم التانيين؟ هلا انا لما بلشت قررت اني ما افوت بالفورمال لوك، يعني حبيت كثير اني اكون ستريت ستايل وير، لانه هذا الاشي مش كثير موجود. يعني الناس مش كثير مثلا انها بتهتم انها لما تطلع على السوق مثلا تكون انها لابسه اشي قطعه مميزه، قد ما بيهتموا مثلا انه بالحفلات يكونوا كثير مرتبين وكثير في ديزاينرز للفورمال للدريسز. فانا حبيت ابعد عن هذا الاشي وانه اعطي البنت اللوك اليومي حلو دائما يعني. وكل قطعك يونيك. ثانك يو. كل قطعك يونيك عن جد فعلا. طب نشوف. ما في مشكله. أوه. نشوف يلا. ديانا نبلش من عندك. في عندي هذا الجينز اللي انا كثير حبيته. انت عم تعديه. بيجي معاه مش معاه بس انه نفس الكومبينيشن، نفس الفكره بالضبط. هي هاي الجينز بوي فريند، الاصل بوي فريند ومخزق، وانا زدت له البايت او هي. أوكي. هاي القماشه اللي بتلمع. وهون البوي فريند يعني بيجي واسع مش ضيق، بيجي بالزبط. واسع بالضبط، كله واسع. بدناش ما ننفهم. لا لا شوي بالضبط، لا بيجي واسع شوي ضيق من تحت. هلا في عندي هذا الجينز كمان. بجيبه بيسك. اوكي. برضه الاصل أريحك. بحب ثانك يو. اوكي. بحب انها تكون شوي واسعه عشان هو الستريت ستايل انه يكون مريح قد ما تقدري، عرفتي؟ ما بدنا إشي كتير ضيق. فهون ستادز عليه بالضبط، وقطع جينز كمان مقطعة. وفي عندي برضو برينتس تكون شوي هيك غريبة. هدول على كل كتير كتير موضة هلأ، كتير عم نشوف الباتشز وحتى كارتون. صح. هلأ هذا كمان عليه ستاد بالضبط. هون الجهة كلها فيلفت وجهة تانية عليها برينت برضو، هاي بسميها مارلين مخمل. بالضبط. وينها هي؟ وين متخبية؟ مش مبينة هي. هلأ منشوفها بالتنورة. يمكن بالتنورة أوضح. التنورة. هون أوضح كمان. هيها بحبها كتير صراحة. هون كلها هي يعني تركت بصمة. صح. بالGolden Ages. فهون عندي برضو البليزر، برضو هاي الفستري لينن القماشة شوي اللون قوي بس حلو، يعني حلو تلبسيه لحاله مع قطعة يمكن سادة، مع أوتفت سادة. بالضبط. برضو الفست الثاني برضو جهة بعمل جيومتريك باترن وجهة برضو هاي القماشة مثل تويد، برضو هاي كتير حلو تقيلة. بالضبط. كثير حلو وكثير بحب هذا الماتيريال كثير كثير خصوصا بالصيف. بالضبط بالضبط. هلا في عندي هذا البليزر كمامه برضه هيك فيهم مثل الكتابات والرسومات برضه الحلوه، ودخلت نوعين قماش او لونين اكشلي هم نفس النوع، هم الفلفت. كيف اجتك الفكره؟ كنت عم تقرأ جريده؟ بالضبط. كنت عم اقرأ جريده وقررت اني ادخل لها فابريك. رح اعلق هاي هون. اوكي. في عنا واعطيكي هدول. هاي شو بالعالم هدول الاشياء بالضبط. نعمة كثير اذا حابين اشي هيك شوي انثوي. هون في مارلين مونرو كمان. بالضبط. هون في يعني كذا شخصية برضه مشهورة، والقماشة كمان بحاول تكون منشية بسموها على اساس تكون واقفة هي. طب مثلا هاي كمان نفس هاي القماشة مثل الماتيريال بالضبط. هاي اخمل نتفة نقطة. بالضبط. بالضبط. كثير لذيذين عن جد. هلا صار وقت شو تفرجينا موهبتك بالجينز. بالضبط. شو بتسوي بالجينز؟ راح افرجيكم مفاجأة صغيرة بالجينز عشان نغير. أوكي. في الستايل. يلا. اوكي ديانا، هي جينز، شو بدنا نعمل فيه؟ هلا مبدئيا بدنا نحاول نتخيل وين بدهم يكونوا الفتحات اللي رح نعملهم. فمثلا اذا كان عندنا هون تنتين
بدنا نحاول انه يعني يكون قراب على بعض عشان يكون الفاينل لوك حلوه. اوكي اوكي. فانا مثلا رح اخذ اللي هي هون بهاي المساحه. هم الاغراض اللي رح نحتاجهم صابونه كثير سهل وملقط وكتر ومقص. اوكي رح نبلش بالصابونه. رح نعمل خطين بالعرض. اوكي هلا صار عندنا المربع اللي رح نعمل فيه. اوكي هلا رح نجيب الكتر ورح نقص. هلا صار عندنا زي هيك الفتحة صغيرة. أوكي. اذا بنحب يعني نكملها بالمقص بس على محل ما رسمنا احنا. بنجيب المنقط وبنقيم الخيطان اللي هي بالطول. طب ديانا ليش اخترتي اسم ميلوت؟ هلا هي ميلوتي هي مجرة. ميلوتي بالضبط. اوكي اكتشفوها سنة ال 89. اوكي وهي عبارة عن مجرة كلها نجوم ملونة. وبصراحة هي شكلها أنا لما أخذتها بعلم الفلك يعني حبيتها كتير لدرجة أنه يعني خلص ربطت أنه الواحد لازم يكون ستار somehow. مزع. تترى. أوكي هيك خلصت صح؟ مزبوط. يعني اذا الوحده معصبه بتعرف كيف تطلع غلها كله تنتيف وبتعمل ديزاين حلو. بتعمل ديزاين حلو بالضبط. وهلا تحت الهواء كنا عم نقول انه الاهالي مش كتير رح يكونوا مبسوطين مش حيحبوا هذا البارت. خلي تحت قد ما نقدر التمزيع. بالضبط. عطونا الجينز كتير حلو. ثانك يو. مع الباتشز هذول. طيب يلا نكمل. يلا يعني يعطيك العافيه. قطع عن جد مميزه كتير حلوين. Thank you. Thank you. طب هلأ عرفنا أنه عندك دعم معنوي. الدعم المادي موجود؟ هلأ الحلو في الموضوع أنه أنا لسه بشتغل يعني أنا ما تركت شركتي اللي هي الانتيريو ديزاين. فهذا الإشي طبعاً بيخليني أنه step by step أنه أبلش بالبزنس تاعي بالبيت أنه أبيع أونلاين يعني بطريقة بسيطة. أوكي ديانا كيف الناس ممكن تتواصل معاكي؟ هلا انا عندي انستغرام بيج ببيع اونلاين وبتعامل مع شركه دليفري على اساس انه اي قطعه بدك اياها بنوصلك اياها لعند بيتك. لعند بيتك داخل الاردن يعني ولا كمان خارج الاردن؟ لهلا صرت والله عمالي بفوت بالوطن العربي اكثر يعني. فبقدر بقدر اوصل ابعد شوي. حلو. طيب السؤال المفضل مين بتحبي تلبسي؟ بحب بالوطن العربي بحب مريم فارس. اوكي بحس ستايلها هيك شوي ممكن انها تتجرى فانكي يمكن هذا الكونسبل. بالضبط. واذا عمالنا بنحكي بالعالم عمالي بحكي مثلا جيلو. جيلو. ان شاء الله. حلو ان شاء الله. طيب ثانك يو كثير لك ديانا. ثانك يو لك. استمتعنا بوجودك معنا اليوم. انا اكثر كمان. ثانك يو. يو ويلكم.